من الاخر النادي الاهلي اتفق على صفقة بتقول ايه؟ النادي الاهلي يكسب بطولة دوري ابطال افريقيا، يعني يكسب الترجي، وبعدين نهض البركان تكسب الكونفدرالية، يعني تكسب الزمالك. يقوم الاهلي قبل نهض البركان في السوبر، نهض البركان علشان ياخد الثمن اللي الاهلي هياخد بيه دوري ابطال افريقيا، يكون الثمن انه نهض البركان يقوم يكون بطل السوبر الافريقي. الصفقه تمت او المؤامره خلصت بين النادي الاهلي والراجل الكبير. سبحان الله، فكره جهنميه. انا ما اعرفش الفكره دي جت في دماغك ازاي، ولا المؤامره دي جت في دماغك ازاي. مسلسل ولا اروع ولا اجمل. انت المفروض تشتغل مخرج. ليه بقى كل الزملكاويه فكرهم نفس الفكر، ان الكوكب كله عليهم وان الكون كله شغال عشان الزمالك ما ياخدش بطولات؟ يعني النادي الاهلي متفق مع واحد ان هو ياخد افريقيا، خلي نهضه بركان ياخد بطوله الكونفدراليه، والنادي الاهلي بسهوله كده هيسيب لنهضه بركان السوبر الافريقي. ايه الحلاوه والجمال ده يا جدعان؟ سيبوكوا بقى من الحجج، وسيبوكوا بقى من فكركوا القليل ده. والله العظيم فكركوا قليل. انتوا كلكم معتمدين ان الدنيا كلها تعمل مؤامره على نادي الزمالك علشان الزمالك ما ياخدش بطولات. افتراضا يا عم افتراضا، امشينا على الفكر بتاعك وان النادي الاهلي متفق مع واحد ان هو ياخد افريقيا وان نهضه بركان تاخد الكونفدراليه، هل الراجل ده هيجي يمسك رجل اللعيبه عندك، ولا هيروح يقف ورا الحارس يقول له ما تصدش؟ ما تسيبوكوا بقى من الفكر الغبي بتاعكوا ده. عشان سوبر افريقيا ايه اللي النادي الاهلي يفرط فيه؟ يا رب بس ناخد دوري ابطال افريقيا واتفرج ان شاء الله على النادي الاهلي في السوبر الافريقي هيعمل ايه. وانتوا لو رجاله خدوا الكونفدراليه من غير مؤامره ومن غير اي حاجه، بس كده يلا سلام.